الإقراءات حتى وإن لم يتفقوا على مرشح واحد، ولحد الآن لم يتفقوا لحد الآن، لأنه آخر الانسجادات اللي كنا بينه وبين الاتحادات اتفقنا على بعض الأمور الداخلية لإقليم كردستان، ولكن موضوع مرشح رئاسة الجمهورية أصبح معلقا لحد الآن. كل حزب متمسك بمرشحه، وبعثنا رسالة بيت الشيعي، يا أخوان أنتوا شعليكم بينا، إحنا اتفقنا لو ما اتفقنا تحلوا أموركم، وإذا إحنا رحنا بمرشحين ومجلس النواب الأغلبية نزبون الطوبة على ملعب الأكراد، الطوبة عندكم، المشكلة الكبيرة عندكم، وبعدين قولوا نجيب مرشح. عن ملف النفط أو ملف مادة 140 أو نتكلم عن المناطق المتنازعة عليها، لما نتكلم مع الوفد العراقي يا كل شيء نرجع للدستور، ولكن عندنا مشكلة الدستور احنا نفسرها بطريقة هم يفسروها بطريقة. نفس الشروط اللي اتفقنا وياها ويا التيار الصدري بندخل حكومة إنقاذ واللي فشلنا في تشكيل هذه الحكومة، نفس جبناها على مائدة الإطار وهي التوازن الشراكة التوافق. احنا لم ندخلنا إلى جلسة التصويت، هذا مو معناها احنا دخلنا تدير النواب، ومو معنا احنا راح نشكل الحكومه، ترى هاي واحد يبيش واحد تشكيل الحكومه بعد وين؟ هاي خطوه للامانه تشكيل الحكومه، لا لا والله هاي ما عليها تشكيل الحكومه. تشكيل الحكومه ذاك الوقت اذا ما يكون انسجام ويا الشروط الديمقراطي ما راح نفوت بالسلسال، والسلسال معطل حاضر جاهز بالجيب. عندما لم ينفذوا الشروط وما ضمانات الشروط شنو معناته السلسال المعطل؟ السلسال المعطل راح يلجا الى حل البرلمان، وحل البرلمان انا اعتقد اكو بعض الاخوه بالاطار راح يجون للحل البرلماني سبب واحد، ترضيه للشارع وايضا ترضيه للتضحيه الكبيره اللي قدمها التيار الصدري. ترى حل البرلمان يعتبر هديه من بعض القوى السياسيه لهذه التضحية الكبيرة اللي سواها التيار الصدري، بمعنى برسالة يا أخوة صدريين أنتوا إذا ما دام بالبرلمان ماكو ما أكلوا موجود بالبرلمان بالحكومة إحنا هم من مدفع الحكومة، أكو هيجي توجه ترى، وأنا أعرف نواب ماشيين بهاي التوجه.